فريق شباب أطلس خنيفرة قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، كان ذلك هذا اليوم أمام فريق المغرب الفاسي. شباب أطلس خنيفرة سيسجلون هدفا، الكرة تجاوزت خط المرمى، حكم المقابلة محمد العلام يقر مشروعية هذا الهدف، لكن فجأة أحد مساعديه سيكون له رأي مخالف. بعد جدل وأخذ ورد سيتم التراجع عن هذا القرار لتبقى النتيجة 0 لمثله، وهي نتيجة الشوط الأول من هذا اللقاء. دقيقة على انطلاقة الجولة الثانية، سيتمكن الفريق المحلي شباب أطلس خنيفرة من افتتاح حصة التهديف في هذا النزال الذي عاينه قرابة 4000 متفرج. هدف جميل جدا لفريق شباب أطلس خنيفرة، أربك كثيرا حسابات فريق المغرب الفاسي. إذا بعد سلسلة من النتائج السلبية يستيقظ فريق شباب أطلس خنيفرة ويعيد التوازن عقب تحقيق لفوز هام أمام فريق المغرب الفاسي. المغرب الفاسي سيتمكن من كرة ثابتة من تسجيل هدف التعادل، كان ذلك بواسطة اللاعب أنوار العزيزي في الدقة 77، وفي الوقت الذي اعتقد فيه جميع المقابلة ستنتهي بالتعادل، سيتمكن اللاعب محمد أونجم من تسجيل هدف يزن ذهبا لفريق شباب أطلس خنيفرة لتنتهي هذه المقابلة بفوز منطقة ومستحق للفريق المحلي بهدفين مقابل هدف واحد، في مقابلة تميزت بطرد لاعبين عمر النمساوي من المغرب الفاسي وأنوار جيل من شباب أطلس خنيفرة. استعد